مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في نشرة الأخبار التي نقدمها لكم ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الأعلى للدولة خالد المشري يدعو إلى ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية. السراج يقول بأن تشكيل المجلس الرئاسي ملزم باتفاق الصخرات. موقع أمريكي يكشف عن امتلاك الأفريكوم لقاعدة عسكرية بمنطقة الويغ بجنوب البلاد. أهلا بكم في تفاصيل النشرة. شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الاثنين على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والترسيخ لمرحلة دائمة والإعلان عن موقف واضح بشأن الدستور والانتخابات القادمة. جاء ذلك خلال لقاء جمع المشري مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألين بوغيا. وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، فقد ناقش الجانبان مخرجات مؤتمر باليرمو والتعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب والاستفتاء على الدستور. قال عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير إن المفوضية قد شرعت في إعداد الإجراءات اللازمة للاستفتاء الشعبي على الدستور الدائم للبلاد. بالخير أوضح في تصريحات صحفية الاثنين أن المفوضية تقوم بدراسة قانون الاستفتاء ووضع اللوائح التنظيمية والميزانية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ومن ثم إحالته إلى الرئاسي المقترح، مضيفا بأن المفوضية تتواصل مع الرئاسي المقترح لتأمين العمليات الانتخابية وحماية جميع مراكز الاستفتاء ومخازن المفوضية. شدد رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج على ضرورة تشكيل الرئاسي بموجب اتفاق الصخرات، وأن يكون وفق آليات ومعايير معينة من اختصاص مجلسي النواب والدولة. السراج جدد في مقابلة مع قناة المملكة الأردنية الاثنين دعمه لعمل البعثة الأممية في ليبيا، داعيا إلى إنهاء المسار الوحيد الذي تأتي من خلاله أي مبادرات لحل الأزمة. إلى جانب ذلك، أكد السراج تعاون المجموعات المسلحة مع البعثة الأممية في التعامل معها لأجل ضمها لمؤسسات الدولة وفق ضوابط أمنية محددة. هذا وأكد رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج إلى أن جهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لا زالت مستمرة، مشيرا إلى وجود الخلاف في المفاوضات الجارية حول من يملك صلاحية القائد الأعلى للجيش، معربا عن أمله في أن تكون المؤسسة العسكرية الموحدة تحت قيادة سياسية مدنية. توحيد المؤسسة العسكرية وتوحيد المؤسسة الأمنية أحدى عناصر الأمان في تحقيق أي تقدم سياسي ونجاح الوضع على الأرض. يعني فيه جهود بذلت تبنتها شقيقة مصر في مفاوضات في القاهرة بين القيادات العسكرية الليبية من مختلف مناطق ليبيا. كانت هناك عدة جولات حققت كثير من النجاحات، لكن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى الاتفاق عليها بشأن اختصاص يعني من يملك اختصاص القائد الأعلى وصلاحية القائد الأعلى، حتى يمكن توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة سياسية مدنية. هذه هي أحد الضوابط اللي احنا نتفق عليها. أعتقد أن ضروري المؤسسة العسكرية تكون تحت قيادة سياسية مدنية، وبالتالي من يملك اختصاص صلاحيات القائد الأعلى، طبعا وفق الاتفاق السياسي أن المجلس الرئاسي هو من يملك هذه الصلاحيات وهذا الاختصاص. قبلها كانت هذا الاختصاص لمجلس النواب. فهذه النقطة تحتاج إلى يعني الوصول إلى تفاهم مشترك حولها، بحيث يمكن أن احنا نمضي قدما في توحيد المؤسسة العسكرية بشكل فعلي على الأرض. أشار السراج إلى وجود قوة أخرى على الأرض خلاف المؤسسة العسكرية تحتاج إلى برامج استيعاب واحتواء،
لافتا إلى أنه تحدث مع البعثة بضرورة البدء بالتعامل مع التشكيلات المسلحة ومحاولة استيعابها وضمها لمؤسسات الدولة وفق الضوابط المعمول بها دوليا. القوى على الأرض الأخرى لو احنا نتحدث خلاف المعسكر العسكرية نحتاج إلى برامج استيعاب واحتواء هذه القوى الموجودة على الأرض، التشكيلات المسلحة الأخرى، التشكيلات الأمنية، حتى يمكن استيعابها وفق معايير وضوابط واضحة في مؤسسات الدولة، والاستفادة إن كان بالإمكان الاستفادة من هذه التشكيلات وفق ضوابط وفق هذه المعايير. وهذا ما تحدثنا عنه في أكثر مرة، وتحدثنا مع البعثة بضرورة أو بدأنا حتى بالفعل في يعني التعامل مع هذه التشكيلات بمحاولة استيعابها وضمها لمؤسسات الدولة وفق ضوابط، بحيث أن احنا نتحدث على أن هي لما تدخل تصبح كوحدات أمنية أو عسكرية منضبطة. ونفى السراج في لقاء تلفزيوني إجراء أي لقاء مع قائد ميليشيا الكرامة خليفة حفتر خلال زيارته للعاصمة الأردنية عمان، مؤكدا على ضرورة لقاء كل الأطراف الليبية على طاولة الحوار لحل الأزمة الحالية. لا، الحقيقة لم نلتقي في عمان، كان آخر لقاء لنا في باليرمو في إيطاليا المؤتمر السابق، لكن في عمان لم نلتقي. لكن يعني احنا أكدنا على ضرورة لقاء كل الأطراف الليبيين لحل المخنقات ولحل هذه الأزمة بشكل واضح. عدم طاولة الحوار هي 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 المكان المناسب لطرح أوجه الخلاف وأوجه الاتفاق بين الأطراف الليبية. كشف موقع The Intercept الأمريكي عن وجود قاعدة للقيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكوم داخل القاعدة الجوية بالمنطقة العسكرية الويغ الواقعة جنوب القطرون. وبيّن الموقع الأمريكي مطلع شهر أكتوبر الحالي أنه تحصل على وثائق تفيد بامتلاك أمريكا شبكة كبيرة من القواعد العسكرية في دول النيجر والصومال وليبيا تصل إلى 34 موقعا، منها 14 قاعدة أمامية للعمليات و20 موقعا احتياطيا وموقع للأمان التعاوني. وقال الموقع إن الضربات الجوية الأمريكية في ليبيا استمرت في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان آخرها أواخر نوفمبر الماضي قرب منطقة العونات التابعة لبلدية غات، مؤكدا شن مقاتلات دون طيار نحو 550 ضربة جوية ضد مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا. أفاد عميد بلدية الشرقية محمد العربي بمواصلة التفاوض مع خاطفي أعيان المنطقة بعد مطالبتهم بفدية مالية قدرها 1.5 مليون دينار لإخلاء سبيلهم. وأكد العربي في تصريح صحفي أنهم نجحوا في تقليص المبلغ المطلوب إلى 300,000 دينار، ويشار إلى أن عصابات مسلحة يرجح أنها تابعة للمعارضة الشدية اختطفت 3 من أعيان بلدية الشرقية أواخر نوفمبر الماضي. كما استنكر أعيان ومشايخ قبائل الطوارق بمدينة أوباري القصف الأمريكي الذي استهدف موكبا، أكدت قيادة الأفريكوم بأنه كان يضم 11 فردا من تنظيم القاعدة يوم الخميس الماضي بمنطقة العوينات شمال غات. واتهم مشايخ الطوارق في بيان لهم قيادات الأفريكوم بارتكاب مجزرة بحق أبرياء قتلوا تحت مسمى الإرهاب دون أي أدلة حقيقية تثبت تورطهم على حد تعبيرهم.
سجلت إدارة شؤون المرور والترخيص 439 حالة وفاة نتيجة الحوادث المرورية عن الربع السنوي الثالث من العام الحالي. وزارة الداخلية في صفحتها الرسمية أشارت إلى أن الإحصائية سجلت 491 إصابات بليغة، وأن الإصابات البسيطة بلغت 406 إصابة، بينما سجلت قيمة الإضرار بحوالي 6.875 مليون دينار ليبي. وأوضحت الداخلية أن الحوادث المرورية شهدت تصاعدا كبيرا وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين التي بلغت أرقاما عالية خلال السنوات الأخيرة، لافتة أن التهور أثناء قيادة المركبات وعدم الالتزام بالقواعد والنظم المرورية هو من أبرز أسباب الحوادث. أصدر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس نشرته الاقتصادية عن الربع الثالث من العام 2018، والذي بين فيه عددا من الإحصائيات المالية. وأوضح المركزي بأن الإجمالي العملة الموجودة لدى الجمهور تبلغ حوالي 34.827 مليار دينار، كما أوضح بأن الإجمالي الكلي لاحتياطات المصارف التجارية يبلغ حوالي 37.558 مليار دينار. وبينت النشرة بأن ودائع المؤسسات العامة والمؤسسات مالية أخرى لدى المصرف المركزي قد بلغ إجماليها 1.642 مليار. وصلت إلى مصرف الجمهورية الرئيسي بسرت وفرع الجمهورية بأبو هادي 10 ملايين دينار. وقال مدير مصرف الجمهورية بسرت في تصريحات اليوم الاثنين إن المبلغ سيوزع على المصرفين، مضيفا أن إدارة فروع المصرف الجمهورية بالمنطقة الغربية هي من أرسلت المبلغ، ومن المقرر أن يوزع مندوبو القبائل مبلغ برعاية لجنة التواصل الاجتماعي، وأن تكون قيمة سقف السحب المخصصة 2200 دينار للصك الواحد خلال شهر ديسمبر. تختتم الثلاثاء بمركز تمن هند للمعرض في البلدية بوادي البوانيس هذه الأيام فعاليات مشروع منصة فزان الحوارية الذي ينظمه نادي المناظرة والحوار في سبها بدعم من المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة مرسى كور الدولية، وذلك بمشاركة 50 شابا وشابة من مكونات اجتماعية مختلفة بمناطق الجنوب تحت شعار شباب نحو السلام. وقال مدير المشروع عبد الرحيم عبد العزيز إن الهدف من مشروع المنصة هو خلق حالة تفاعلية بين شباب الجنوب من أجل التباحث حول السلام المجتمعي وإبراز دور الشباب للمساهمة في بناء الدولة والانخراط في مؤسساتها وتعزيز ثقافة الحوار داخل المجتمع وبين الشباب وإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن إبداء رأيهم إلى جانب بناء قدراتهم وتعزيز القيم المشتركة للتعايش السلمي وتطوير قدراتهم على المشاركة في مجال فض النزاعات. نشرتنا متواصلة وتشاهدون فيها بعد قليل. قسم الأطفال بالهيئة العامة للثقافة بغريان يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة. لأبناء شعبنا الكريم مباشرة حكومة الوفاق الوطني لمهامهم العاصمة طرابلس
المعيشة غالية، سيولة ما فيش، هنا قاعد هم المواطن كل يوم يجري عليه قوت عيشة والله. وقد تم البدء بوضع الخطط والمعالجات الاقتصادية والمالية. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، إن شاء الله ربي يحرقهم وخلاص كلهم على ما فيهم اللي في الحكومة كلهم. عطونا نرتاحوا بس. نعانوا احنا اللي بيهم من غلاء الأمور، ننضربوا بالبي بي آر قدام المصارف. الجو البلاد محروقة، البلاد ضي ما فيش، مية ما فيش، يا ودي كلام فيكم عاد متكلمني يا أخي. يا ودي كلام فيكم عاد متكلمني يا أخي. أهلا بكم من جديد. احتفلت مدينة غريان باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تقرر الاحتفاء به في سنة 1992 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. التفاصيل في التقرير التالي. تعزيز حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية، وإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كلها أهداف وضعت لاستذكارها في كل عام يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لذوي الإعاقة. أهداف تعتبر مقياسا على مدى تطور دمج هذه الفئة بالمجتمعات وإعطائها الحقوق التي تكفل لأصحابها العيش الكريم والسوي بالمقارنة بالفئات الأخرى. في ليبيا تحتفل عدد من المنظمات بهذه المناسبة كل سنة بإقامة الفعاليات والحملات المختلفة للتذكير بوجود هذه الفئة في المجتمع وتسليط الضوء على معاناة أصحابها ومدى اندماجهم بالمجتمع والقوانين التي تحمي حقوقهم ودور الدولة في دعمهم. عدسة التناصح رصدت في مدينة غريان احتفالية قسم الطفل بالهيئة العامة للثقافة بالمدينة، والذي نظم تحت شعار من أجل تنمية شاملة ومنصفة ومستدامة وضمان الشمول والمساواة. وقد شمل الحفل عددا من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية. والله إن شاء الله طبعا هي الاحتفالية في البداية كلها جدا رائعة، وإن شاء الله حتتم على خير يعني وتكون ممتازة. طبعا هي معروف الاحتفالات اللي تكون فيها الأطفال بتكون فيها شوية ضجة حركة ونشاط، لكن بإذن الله تكون احتفالية ممتازة إن شاء الله. ويهدف القائمون على إدارة المؤسسات التي تعنى برعاية ذوي الإعاقة بغريان إلى محاولة دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأطفال الآخرين وباقي أفراد المجتمع وتوعية المواطن بطريقة التعامل معهم. طبعاً نحن المدرسة المستضيفة لمهرجان أو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، نرحبوا بقناة التناصح، وأيضا بنعرف أن اليوم هذا مقام من أجل دمج ذوي الاحتياجات الأشخاص ذوي أو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع باقي الأطفال الآخرين اللي زي يعني الأطفال اللي ما عندهمش الإعاقات. المهم حاولنا بقدر الإمكان إن ندخلوا البهجة والسرور ونحاولوا إن ندمجوهم مع باقي أفراد المجتمع بشكل طبيعي وبشكل نحاولوا فيه إن نفهموا الآخرين إن هادو زينا زيهم في المجتمع. ما فيش فرق بيني وبينكم، أنا ذوي إعاقة صح ولكن جزء مني. تفقد مدير عام الإدارة العامة للإنتاج بالشركة العامة للكهرباء سليمان بوفلغة رفقة العديد من المهندسين مشروع محطة الخليج البخارية بمدينة سرت للإطلاع على سير العمل بالمحطة والوقوف على الصعاب التي تواجه عمل الكوادر الفنية، وبحث في اجتماع موسع عقد عقب الجولة الميدانية مع مديري الإدارات بالإدارة العامة للإنتاج وإدارة المحطة ومدير المشروع ورئيس لجنة الأزمة في سرت وكذلك الكوادر الفنية العاملة بالمحطة تهيئة الظروف المناسبة التي من شأنها
مضاعفة الجهد والعمل بالمحطة. صرح المتحدث الرسمي للشركة خطوط الجوية الإفريقية عمران الزبادي بأن الشركة قد استأنفت رحلتها إلى مطار اسطنبول بعد تسوية كافة الاختناقات التي واجهت الشركة بالمطار. وأضاف الزبادي بأن الرحلات إلى مطار اسطنبول ستكون بواقع 6 رحلات طبوعية أو أسبوعية، وذلك ابتداء من 9 ديسمبر الجاري. وأوضح الزبادي بأن حركة الطيران بالشركة تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي عرقلة فيها، مضيفا بأن جميع شركات الطيران قد تتأثر نتيجة لأي اعتصام، وذلك في إشارة لنية مصلحة الطيران المدني القيام باعتصام قد يؤدي لوقف حركة الطيران في البلاد بحسب الصفحة الرسمية لمطار معيتيغا الدولي. تعتزم بلدية جادو تنظيم حملة للتفتيش على المحلات والأسواق التجارية والصيدليات والمقاصف المدرسية، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن جادو وجهاز المباحثات العامة خلال الأسبوع المقبل. وبحث اجتماع ضم عضو المجلس البلدي جادو ومديري مركز الرقابة عن الأغذية والأدوية فرع جادو ومكتب الإصحاح البيئي وجهاز المباحث العامة بجادو وضع الترتيبات الخاصة بهذه الحملة. كما ناقش الاجتماع إمكانية تنظيم حملة توعوية لحملة المستهلك من خلال متابعة النشرات الدورية للمركز حول البضائع المنوعة أو الممنوعة من الدخول السوق الليبية التي لا تتطابق مع المواصفات المعتمدة لدى المركز. أصدرت مصلحة الجمارك تعميما على المراكز الجمركية التابعة لها بعدم السماح بالدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفقا لأساليب الدفع المعتمدة لدى الأمن ولدى الجهاز المباحث العامة خلال الأسبوع المقبل. وبحث الاجتماع الذي ضم عضو المجلس البلدي جادو ومدير المركز الرقابة عن الأغذية والأدوية فرع جبل نفوسة ومكتب الإصحاح البيئي وجهاز المباحث العامة بجادو وضع الترتيبات الخاصة بهذه الحملة. كما ناقش الاجتماع إمكانية تنظيم حملة توعوية لحماية المستهلك من خلال متابعة النشرات الدورية للمركز حول البضائع الممنوعة من دخول السوق الليبية التي لا تتطابق مع المواصفات المعتمدة لدى المركز. أصدرت مصلحة الجمارك تعميما على المراكز الجمركية التابعة لها بعدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفقا لأساليب الدفع المعتمدة لدى المركز. وأشار التعميم إلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية من قانون النشاط التجاري الذي ينظم قرار عملية الاستيراد والتصدير المنصوص عليها قانونا بشكل نهائي أو مؤقت، والذي استثنى السلع والبضائع المحظور أو المقصور استيرادها على أن تتم وفقا للإجراءات المصرفية. التعميم شدد على عدم الإفراج عن السلع والبضائع المستوردة المخالفة لأحكام اللائحة، مطالبا المراكز التابعة له بعدم دخولها إلا بما يتوافق مع أساليب الدفع المعتمدة من المركز. أكد المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان الثلاثاء وصول أكثر من 107,000 مهاجر ولاجئ إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام الحالي. وأشار ميلمان إلى أن 2,133 شخصا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عن طريق ليبيا،
مضيفا أن العدد اللاجئين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط قد تجاوز 100,000 شخص للسنة الرابعة على التوالي، لافتا إلى أن العدد خلال العام الجاري بالمقارنة مع السنوات الماضية كان أقل بكثير من فترة الذروة وفق تعبيره. سجلت أسعار الصرف بالسوق الموازي انخفاضا ملحوظا في تعاملات الثلاثاء بالسوق المشير وسط العاصمة طرابلس، وسجل سعر صرف الدولار حوالي 5.72 دنانير، فيما سجل سعر صرف اليورو 5.30 دنانير. ويعزو عدد من الخبراء الاقتصاديون أسباب ارتفاع سعر الدينار أمام العملات الأجنبية إلى الغموض الذي يحيط بسعر صرف الدولار في السوق الرسمية والمزاعم التي تتحدث عن تغييره بداية السنة القادمة. والآن نظرة على أحوال الطقس ليوم الغد في أغلب المدن الليبية. نهاية النشرة ونذكركم بأبرز ما جاء فيها. رئيس الأعلى للدولة خالد المشري يدعو إلى ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية. السراج يقول بأن تشكيل المجلس الرئاسي ملزم باتفاق صخيرات. موقع أمريكي يكشف عن امتلاك أفريكوم لقاعدة عسكرية بمنطقة الويغ جنوب البلاد. كما تابعتم أيضا قسم الأطفال بالهيئة العامة للثقافة في غريان يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة. ختام نشرتنا، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.